إذا كنتم من محبي الرحلات البحرية أو الأشخاص الذين يشعرون بدوخة البحر أو الغثيان، وأنا منهم للأسف الشديد، رحلات اليخوت البحرية في دبي هي من أكثر النشاطات التي أحبها، ولكن لا أستطيع مزاولتها بشكل طبيعي. في حبوب بالصيدلية، ما مش عارف شو اسمها أنا بصراحة. بعرف اسمها، عندي إياها. شو اسمها، ذكريتها؟ ما فينا نعمل دعاية. بتاخديها، بتقدر تروح تمارسي كل النشاطات البحريه داخل البحر، صيد السمك، وتدخلوا بالعمق كمان. صحيح. انا ما راح اخذها، ما راح اجرب الموضوع. خلينا نشوف في بريطانيا في وجه اخر، لانه في العديد من الناس توجهوا للمنازل العائمه طبعا بعد ما اضطروا لالغاء سفراتهم. فكرة كويسة بالنص. بالفعل، خاصة الأشخاص يلي بيحبوا البحر. أنا من عشاق البحر ومولودة على شط البحر، وكل محبي الرحلات المائية، إذا عندكم الحشرية تتعرفوا أكثر على هذا الموضوع، منتابع سوا التقرير التالي للزميل جعد شهيب. اشتهرت المملكة المتحدة بامتلاكها أضخم شبكة ممرات مائية في أوروبا، وكانت قد استخدمت في الماضي لنقل البضائع كوسيلة آمنة ورخيصة في أوائل عصر الثورة الصناعية. واليوم، وبعد اضطرار العديد من الناس إلى إلغاء خططهم المتعلقة بالسفر، تشهد هذه الأماكن الطبيعية الساحرة نهضة ملحوظة من جديد. فنسبة كبيرة من هذه القوارب الموجودة على الشبكة الآن أصبحت منازل عائمة. أكثر ما نحبه هو الحرية. كل صباح نستيقظ في حديقة مختلفة ونستمتع بمناظر متغيرة باستمرار. أنصح الناس بهذه التجربة لأنها لا مثيل لها. يختار المزيد من الناس اليوم هذا الطريق كأسلوب حياة جديد على متن القوارب الطويلة الضيقة بصبغتها القديمة وحركتها البطيئة. لا شك أن هذه القنوات المائية تمنحهم استرخاء فائقا وسط هذه المناظر الخلابة. لن نتخلى عن هذا القارب أبدا. نحن نحتضن الحياة البرية التي تعيش في الماء وكل ما يصاحبها. إنها تجربة ممتعة فعلا. الإنسان بطبيعته مبدع، ومهما واجه من تحديات يجد حلولا سريعة، أحيانا غريبة ولكنها دون أي شك فعالة. يوماً ما قد يصبح السكن في هذه المنازل العائمة أسلوباً معتمداً ورائجاً للحياة في بريطانيا، وطريقة مبتكرة للاستمتاع بكنوز الدنيا وطبيعتها الخلابة.